حاز مطار البحرين الدولي على جائزة أفضل مطار جديد في العالم لعام 2022، وذلك ضمن جوائز مؤسسة سكاي تراكس للمطارات العالمية في حفل أقيم في إطار معرض باريس للمطارات المقامة حاليا في فرنسا. نعم، وتتوج هذه الجائزة التصنيفات العالية التي نالها مطار البحرين الدولي من مؤسسة سكاي تراكس هيئة التقييم العالمية. وبهذه المناسبة أعرب المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين عن بالغ الاعتزاز والفخر بحصول مطار البحرين الدولي على هذه الجائزة، مهديا هذا الإنجاز إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه، الذي يولي اهتماما كبيرا لتطوير قطاع الطيران والنقل الجوي، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على متابعته الحثيثة والدعم المتواصل. وقال رئيس مجلس الإدارة إن هذه الجائزة تجسيد لجميع الجهود التي بذلها فريق شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، لإتمام مشروع مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي وفق أعلى معايير الجودة والتصميم ضمن برنامج تحديث المطار، ومن ثم النجاح في عمليات التشغيل رغم التحديات غير المسبوقة التي شكلتها ظروف الجائحة. من جانبه هنأ السيد إدوارد بلايستيد الرئيس التنفيذي لشركة سكاي تراكس على الفوز بهذه الجائزة المهمة، مؤكدا أن العاملين أو العامين الماضيين شكلا تحديا كبيرا للمطارات حول العالم بسبب ظروف الجائحة التي سببت هبوطا حادا في حركة السفر، موضحا أنه مع تعافي القطاع أثبت مطار البحرين الدولي قدرته على استيعاب عودة حركة السفر بكفاءة عالية. وتعتبر مؤسسة سكاي تراكس أعلى مرجعية للتصنيف والتقييم في صناعة الطيران والنقل الجوي، حيث حصل المطار على تصنيف 5 نجوم ليكون ثالث مطار في الشرق الأوسط ينال هذا التقييم، وحصل على تصنيف 5 نجوم تدابير السلامة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في المطارات، كما حصلت قاعة ذا بيرل للضيافة والاستقبال لشركات الطيران في مطار البحرين الدولي على تصنيف 5 نجوم.